فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الفخامة، سيداتي وسادتي رؤساء الدول، السيد صفاكي مصفاكي رئيس الاتحاد الإفريقي، السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسيد الرئيس على منحي الكلمة الآن. أود أن أشكركم على حسن الاستقبال وأشكركم على استقبالكم لنا اليوم في هذه القمة. نحن نقيم عاليا حفلة العشاء التي أحييتموها يوم أمس، كانت حفلة باهرة بمصاحبة فنية رائعة. هذا ما دل على جمال مدينة سان بطرسبورغ وتقاليدها الثقافية. أود أن أشير مرة أخرى إلى التعاون الفعال بين قارتنا وبلادكم. لدينا عناصر يعملون بشكل نشيط والخلاق، يوم أمس تأكد كل ذلك أثناء عملنا الذي جرى وسط أجواء إيجابية جدا، ما أدى إلى توقيع على العديد من الاتفاقيات الأمر الذي سوف يؤثر إيجابيا على التعاون بيننا. شراكتنا لها مستقبل باهر، لا سيما إذا جذبنا بشكل فعال في هذا العمل الشباب والنساء. ونحن علينا أن نساعدهم في ذلك ونعلمهم قيم الأعمال، ما سوف يؤدي إلى تحسين الأجواء التجارية والمبادرات الكفيلة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية. الشباب الإفريقي ومشاريع ستارت أب والمشاريع المشتركة، كما يجري العمل بشكل فعال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا وخطة 2063 للاتحاد الإفريقي، وهذا سوف يساعد على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا الاتحادية والاتحاد الإفريقي. والاتحاد الأفريقي منهمك في عملية التحول الاقتصادي، فروسيا طبعا ستشارك في الاستثمار في القارة الأفريقية وستستفيد من مواردنا الطائلة. نحن نسعى إلى بناء أفريقيا اقتصادية اجتماعية متكاملة مع باقي أنحاء العالم، وبطبيعة الحال لابد من يتطور التجارة والاستثمارات لدينا مراعاة للأهداف التي حددناها. وبطبيعة الحال ما يخص التكنولوجيا الرقمية، ففي هذا المجال أحرزت روسيا تقدما ملحوظا، فعلينا أن نهيئ موارد بشرية للعمل في هذا المجال كي نعزز ونحافظ على التنمية المستدامة بإشراك جماهير الشباب. وفيما يخص السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، فنحن نقيم عاليا شركائنا في الخارج، ولكن في نفس الوقت نطلب من الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، ونناضل ضد التخيرات غير الشرعية، لأن الأشياء التي أحيانا تحدث في قاراتنا لا تصب في مصلحة دولنا. نحن كالاتحاد الأفريقي ندين
انقلاب في النيجر الذي طرا حديثا، وننضم في ذلك الى المجتمع الدولي. اود ان اقول عدة كلمات عن التعاون الثنائي بين جزر القمر وروسيا وفي الثمانينيات في أيام الاتحاد السوفيتي. فإن جزر القمر حصلت على فرصة لتدريب مئات الطلبة في جامعات الاتحاد السوفيتي، والحين هذه وهؤلاء الكوادر يحتلون مناصب مهمة في مؤسساتنا وهيئاتنا الحكومية وفي الأوساط العملية. فبعضهم هؤلاء الشباب هم جزء من وفدي، هم مترجمون، ولذلك نحن نشكر روسيا آنذاك الاتحاد السوفيتي على التعاون الوثيق والمثمر. فإنني على يقين من أن جميع شركائي متواجدين في هذه القاعة شاكرين لروسيا وينوون إلى تكثيف التعاون مع روسيا الاتحادية. لذلك نحن أيضا نتمنى أن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر علينا ستحل. شكرا لكم يا فخامة الرئيس، وأنا أعتقد بأنه الاجتماع كان مثمرا ومأدوبة العشاء أتمنى أعجب الجميع. نحن كنا نريد أن نشير إلى غنى ثقافة الروسية والترابط بين الثقافة الروسية والأفريقية كمان. وأتوقع أن المرحلة والمحطة الأخيرة للفعاليات أمس كانت جيدة وشيقة، وشكرا لكم على كلماتكم. فأريد أن أشير إلى ملف الشباب، هذا الموضوع حساس والله، والشباب الأفارقة موهوبون، والكثير من الموجودين في القاعة هنا طلقوا علوما في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، والكثير منهم يجيدون اللغة الروسية، فذلك يدل على جودة ونوعية الموارد البشرية الأفريقية.